سلام البنات، اليوم غادي نقدم لكم هذه البيتزا. جوج انواع ديال البيتزا، هذه ب 4 فرماج. هذه بيتزا ايطاليه معروفه في الطاليان، كواترو فورماجي، كتجي لذيذه بزاف. والبيتزا اللي بشامبينيون ولا كريم حتى هي كتجي لذيذه بزاف. غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه والمقادير. يلا ندوزو دابا كيفيه التحضير. باش نوجدو البنات هذه البيتزا بالفرماج، بيتزا كواترو فورماجي، كنحتاجو لهذا لا كريم، هذه لا كريم فريش. كنحتاجو الغورغونزولا، هذا الفرماج ايطالي، جبن ايطالي، موتزاريلا. كندير هذا الفرماج، هذا ها هو 3 فرماج فيه الموتزاريلا ولي دام. و تنشوف في موتزاريلا فخوماج باط دور و ايمنتال، هادشي اللي كنحتاجو. دابا غادي ندوزو نوريكم الطريقة كيفاش. هنا البنات عندي هاد العجينة ديال البيتزا اللي انا ديجا مطيباها من قبل، عين الطيبة ماشي مطيباها، مطيباها كنصوبها و كنتقبها مزيان بالفرشات و كنحطها، غير كتقبط راسها باش نقدر نكونجليها. غنقول لكم المقادير ديال العجينة. كندير زلافه فرص وزلافه فينو، كندير شويه ديال الخميره ديال الخبز ومليحه، معلقه ديال السنيده، وكندلكها مزيان. كنعجنها بالمدافي والحليب، كنخلط الحليب والماء، كندلكها مزيان. من بعد كندخل فيها ربع كاس ديال زيت العود، كنعاود ندلكها مزيان، كنخليها حتى كتخمر صافي، وكنخدم بها. هادشي اللي كاين في العجينه. دابا ها هي العجينه ديالي، غادي ندير فيها لاكريم، ندهنها بلاكريم مزيان. ندهنوها هكا، هانتوما شوفو معايا. هاد البيتزا البنات ديال كواترو فورماجي راه كتجي غزالة لذيذة بزاف، وداك الكورغونزولا هو اللي كيعطيها ديك البنة. الو ما تقولوش لا ما نديروش، هذاك ضروري فيها، هذاك هو اللي كيعطيها البنه. كندهنها هكا بهاد الكريمه، هادي بلا كريم فريش صافي. وغادي نحط عليها، غنحط هذا الكورغونزولا ديالي هكا، كنحطو هكا، المهم غير هكا عشوائيا. وهذا البنات راه ضروري ديروه، راه هو اللي كيعطيها البنه، ضروري ضروري. وكندير الفرماج الاخر ديالي والموزاريلا صافي، وكندخلها الفران يكون سخون من قبل حتى كتحمر وكطيب. هي العجينه راه ديجا طيبه نص طيبه يعني دغيا. دابا غندير الموزاريلا، كثروا كثروا فيها، راه قد ما كثرتوا الفرماج قد ما كتجي لذيذه. لما كثرتوش الفرماج، السر ديال البيتزا هو كتكثروا الفرماج والموتزاريلا باش كتجي زوينه ومعلكه. وغادي ندير ان شاء الله شي فيديو ندير لكم فيه العجينه بوحدها كيفاش. انا قلت اليوم نوجد معكم هادي ديال الفرماج والاخرى ديال الشامبينيون حتى هي غنوريها لكم، كتجي لذيذه بزاف صافي. هكا ديروا كاع البلايص هلا ندخلوها الفران، من بعد نوريكم كيفاش كتجي. دابا ندوزو نشوفو ديال الشامبيني. هانتوما البنات، هادي نفس الطريقة اللي درت مع البيتزا اللولة ديال الفرماج. هادي العجينة عندي حتى هي لاباط عندي مطيبها نص طيبة، دهنتها بلاكخيم فخيش، وغندير فيها هاد سميتو عليهم الشامبينيو اللي قليت مع شوية مليحة وشوية البزار وشوية زيت الزيتون. غنحطهم هكا من هنا من الفوق بحال هكا، نديرهم هكا عشوائيا صافي، نعمرو بهم هاد البيتزا كاملة. ومن بعد غنديرو الفرماج والموتزاريلا وندخلوها الفران حتى هي حتى طيب وتحمر ونخرجوها. نوريكم كيف كتجي البنات، جربوا هاد البيتزا راه كتجي غزالة 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 لذيذة بزاف، متشبعوش منها، كتجي بنينة عرفتي. أكثرية ديرو الشامبينيون طريف، ما ديرو الشامبينيون المعلب، الشامبينيون المعلب ما كيجيش فيها، ما كيعطيهاش ديك البنه بحال هذا اللي كيكون طري. الا كان شامبينيون هذا عندي صغير، هو ملي كيكون داك الكبير كيكون حسن. المهم انا هادشي اللي لقيت،
الشامبينيون كيعطيها واحد البنه فنه صراحه. كنشريها من البيتزيريا، كتشريها غاليه وكتصوبيها في الدار كتطلع لك رخيصه وبنينه وعارفه راسك شنو كتاكلي. دابا غادي ندير الفرماج. صافي انا كملت هذاك الشامبينيون كامل هاكا هو. صافي دابا غندير الفرماج، غندير الموتزاريلا والفرماج. اي فرماج عندكم ديروا موتزاريلا محكوكه، ديروا فرماج حمر، ديروا ايمنتال اللي عندكم، فرماج اللي عندكم ديروه. هي قد ما كثرتي فيها الفرماج كتجي زوينه كما قلت لكم. ديروا الفرماج في البيتزا، ما تسقرموش على الفرماج.